كان سيستيت في الواقع كما كان في الفيلم، فرفض دخول ابنته الوسط الفني ورفض تداول أخبار أسرته في العلن، وشغفه بالفن جعله يترك وظيفته الحكومية، وقيل أن زوجته المجرية دمرت حياته. إليكم قصة حياة سيد السينما المصرية الفنان يحيى شاهين في أبيض وأسود. ولد يحيى حسن شاهين عام 1917، وحصل على بكالوريوس في هندسة النسيج، وظهرت موهبة شاهين بالتمثيل وهو في سن صغيرة عندما اشترك في فريق التمثيل بالمدرسة وترأس بموهبته الفريق رغم صغر سنه، وظلت فكرة التمثيل مسيطرة عليه بعد تخرجه، وقاده شغفه، وبدلاً من استلامه التعيين في شركة مصر للغزل والنسيج، انضم إلى جمعية هواة التمثيل، والتي منحته الفرصة للقاء ببشارة وكيم مدير المسرح في دار الأوبرا الملكية، فأعجب بشارة بموهبته واقترح عليه الانضمام لفرقة فاطمة رشدي، وأصبح بالفعل الفتى الأول في الفريق وقدم أجمل وأقوى أعماله المسرحية مثل مجنون ليلى وروميو وجولييت. وظهر يحيى شاهين لأول مرة على شاشة السينما بدور صغير في فيلم لو كنت غني، وكانت انطلاقته الحقيقية في السينما عندما لعب دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم سلامة، وقدم في نهاية الأربعينات والخمسينات العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها جعلوني مجرما والأرض وشيء من الخوف ولا أنام. وبالطبع ظل دور السيد الذي لعبه من خلال ثلاثية الأديب العالمي نجيب محفوظ والمخرج العبقري حسين الإمام أبرز علامات مشواره. أما في التلفزيون فكان للراحل يحيى شاهين بصمة قوية في الأعمال الدرامية والتاريخية، منها شارع الموردي والأب العادل والأيام، ولم تتوقف علاقته بالفن عند حد التمثيل، لكنه أسس شركة للإنتاج السينمائي أنتجت العديد من الأفلام، كما أنه اختير عضواً بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما، كذلك شارك باسم مصر في مهرجان فينيسيا الدولي للسينما عام 1957 بفيلم نساء في حياتي الذي أنتجه وقام ببطولته مع الفنانة هند رستم، وحصل الفيلم على الجائزة الرمزية خلال المهرجان. وبحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 23 من إبريل عام 1960 أنه في عام 1959 أحب يحيى شاهين سيدة مجرية كان لديها طفلان وكانت أكبر منه بسنوات، فتزوجها ثم أنجب منها ابنتين، وبعد بضعة سنوات أخذت الصغيرتين وسافرت وانفصلا بسبب اختلاف الطباع، فكان الأمر الذي أثر على نفسيته بشكل سلبي ودخل في حالة كبيرة من العزلة، ليتزوج يحيى مرة أخرى في سن متأخرة من عمره من السيدة مشيرة عبد المنعم التي أنجب منها ابنته داليا وعاش معها حتى وافته المنية. وتعود يحيى شاهين طوال مشواره على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الإعلام، كما أنه كان نادر الحديث عن عائلته، إلا أنه في أحد اللقاءات التلفزيونية سمح بعرض صور له ولزوجته وابنته، كما رد على سؤال حول رد فعله إذا أحبت ابنته داليا الفن فما موقفه من عملها في هذا المجال، وجاء رده على هذا السؤال صادما ومميزا، إذ صرح باعتراضه على عملها بالوسط الفني لأنه متدين بعض الشيء ومحافظ، ولكنه أيضا يرى أن من الممكن أن يكون للقدر كلمة أخرى. ورحل الفنان الكبير عن عالمنا عام 1993 عن عمر ناهز 77 عاماً.